والميركاتو هنا او الكلام على سوق موسم الانتقالات مش بس مرتبط بموسم انتقالات الاهلي، لكن الحقيقه مرتبط بشكل وطبيعه موسم الانتقالات اللي حاصله السنه دي. وكان الحقيقه يمكن واحده من الحاجات اللي لافته نظري بشكل كبير جدا فيما يتعلق بجزئيه الجمهور، يعني احنا اتكلمنا معاكم في السادسه كتير جدا في الجزئيه دي، وانا تمنيت وقد كان الحقيقه يعني من قبل او من اخر اواخر الموسم اللي فات وانا بتكلم على انه كل الناس بتتكلم على انه الاهلي محتاج صفقات كتير، الاهلي محتاج دعم كبير في الموسم الحالي، وانا كنت بتمنى ورهنت ورهاني الحقيقه الحمد لله طلع كسبان انه احنا محتاجين الكيف مش الكم. وعلى الرغم من ان انا ركزت على النقطه دي واتكلمت فيها مع حضراتكم كتير جدا وقلت انه انا افضل بالنسبه لي انه الاهلي يجيب اثنين او ثلاث صفقات من العيار الثقيل من الكواليتي اللي مش موجوده مش في مصر مش موجوده في افريقيا الموسم اللي جاي، لانه انا سقف المنافسه بالنسبه لي وسقف الطموح بالنسبه لي ابدا مش الدوري المحلي ولا الكاس في مصر. انا عندي يقين انه الاهلي بالسكواد بتاعه قبل اضافه اي اسم، لو السكواد ده في حالته، لو السكواد ده استعد بشكل طبيعي، يقدر ياخد بطوله الدوري وبطوله الكاس بفرق كبير جدا عن اقرب المنافسين. لكن كان هدفي وكانت عيني رايحه اكتر على المنافسات القاريه والمنافسات العالميه، كلام هنا على بطوله دوري الابطال والكلام هنا على مشاركتنا في كاس العالم. الصفقات اللي ممكن تعمل معاك فارق على الرغم من الحقيقه انه نفس السكواد اللي احنا بنتكلم عليه ده هو اللي قدم افضل واهم عروض لعبها النادي الاهلي محليا وخارجيا. يعني سكواد الاهلي قبل ما نشوف صفقات الموسم الجديد هو اللي لعب قدام بالميراس وكسبه، وهو اللي لعب قدام الهلال وكسبه، وهو اللي لعب قدام مونتري المكسيكي وكسبه، وهو اللي لعب قدام الدحيل القطري وكسبه، وهو اللي خد السوبر على حساب نهضه بركان وعلى حساب الرجاء، وهو خد بطوله افريقيا على حساب الزمالك وعلى حساب كايزر تشيفز، وهو اللي كسب الوداد رايح جاي، وهو اللي كسب الترجي رايح جاي. يعني السكواد الحقيقه ما قصرش في حاجه، وبالتالي لما تيجي تدعم النهارده بصفقتين او بثلاثه او باربع صفقات سوبر عيار تقيل، اعتقد ده يصنع الفارق. ده من ناحيه الكيف. من ناحيه الكم بقى تعالى نتكلم. هو انا النهارده لما اقول صفقات جديده مثلا برونو سافيو، شادي حسين، مصطفى ميسي، ما اقدرش احط معاهم في نفس الخانه حتى وان كانوا محسوبين على سكواد النادي الاهلي السنه اللي فاتت، ولكنهم كانوا مش موجودين او كانوا غايبين لاسباب مختلفه. وجود او رجوع كهربا مره ثانيه ما يعتبرش واحده من الصفقات الجديده، مشاركه اكرم توفيق، رجوع عمار حمدي ما يعتبرش صفقات جديده، عوده لاعب واعد جدا جدا كان في بدايته متالق ونجح تجربه حتى اعارته للخارج زي محمد مغربي ما يعتبرش صفقه جديده، فكره او مشاركه اساسا عدد كبير جدا محمود متولي لما الحقيقه يمكن كان غايب لاكثر من موسم وكل جماهير النادي الاهلي كانت بتقول فين متولي، عايزين متولي، محتاجين متولي، ورجع الموسم الاخراني يفنش بشكل كويس جدا يخليك تستبشر وتتفائل خير بمشاركته مع الاهلي الموسم اللي جاي ده، ما يعتبرش صفقه جديده. يعني ده لو حسبناها، لو الناس اللي عايزه تحسبها من ناحيه الكم. وانا في واحده من الحلقات هنا، بس عشان وقت حلقتنا النهارده مش يعني ما يسمحش ان انا اقعد اكرر ده مره ثانيه، هات انت الورقه والقلم واقعد احسبها، هتلاقي الاهلي عنده ثلاث فرق تقدر تشارك باي فريق فيهم في اي مسابقه في كل المراكز، لا نستثني مركز، يمكن مركز او اثنين اللي يكون فيه اثنين لعيبه على نفس المستوى على نفس القدر من الامكانيات والاهميه. فيما عدا ذلك مفيش. ده فيما يتعلق بكلامي مع جمهور الاهلي، فيما يتعلق بكلامي مع وسائل الاعلام انا عندي كلام كتير الحقيقه، عندي كلام كتير جدا لانه حاسس انه وكان في محاولات لفرض وصايه، محاولات فرض وصايه على النادي الاهلي. في اسئله الحقيقه ملهاش معنى ولا لون ولا طعم ولا ريحه. فيما يتعلق بصفقات النادي الاهلي، مين ليه الحق من اي حد مع كامل الاحترام والتقدير في اي وسيله اعلام انه يسال النادي الاهلي بتجيب مين وتجيب منين وتجيب بكام؟ مين ليه الحق ان هو يتدخل في قرارات واختيارات اداره النادي الاهلي؟ واعتقد اذا كنا بنسال عن الاسئله اللي مفترض ان احنا نطرحها لابد ان احنا نسال اسئله من نوع تاني، واتمنى انه في حد يبقى عنده الجراه ويطرح الاسئله دي. ما دمتم انتوا يعني اتدخلتوا في امور الاهلي، خلينا نتكلم بشكل مفتوح، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه والوضوح، واتمنى انه يكون في حد عنده الجراه انه يطرح الاسئله دي ويتلقى عليها اجابات. مين النادي اللي في مصر؟ مين النادي المصري غير النادي الاهلي اللي بيحقق نشاط كره القدم عنده مكاسب ماليه؟
فين اسم النادي اللي في مصر اللي نشاط كرة القدم عنده من بيع وشراء اللاعبين، من جوائز البطولات اللي والألقاب اللي بيحققها، من عوائد البث التلفزيوني، من عقود الرعاية؟ أنا عايز أعرف مين النادي اللي في مصر اللي ميزانية نشاط كرة القدم عنده تسمح له إنه يحقق مكاسب قبل ما نتكلم على الميركاتو، وطلع لي منهم فكرة إن الأندية المديونة عليها ديون أو أحكام قضائية، ديون للاعبين، ديون لمديرين فنيين، ديون لاتحادات كورة، يعني أنا بتكلم على ميزانية صافي الأرباح تسمح له بإجراء ميركاتو على أعلى مستوى، زي ما احنا بنشوف النهاردة الأندية بتعمل 15 20 18 صفقة من العيار الثقيل. ماذا لو، ده السؤال الثاني، ماذا لو، ماذا لو تم تطبيق قانون اللعب المالي النظيف في مصر؟ كيف سيكون شكل موسم الانتقالات؟ السؤال الثالث وده الأهم، هل يجرؤ أي مسؤول في اتحاد الكرة أنه يجاوب على هذا السؤال؟ لماذا لم يتم تطبيق قانون اللعب المالي النظيف في مصر حتى الآن؟ ثلاث أسئلة. إذا كنا غيورين قوي على مصلحة الكرة المصرية، إذا كنا بنفتش في الملفات وفي الصناديق المغلقة اللي مش لاقيين عليها إجابات، علينا أن احنا ندور على إجابات للأسئلة دي بمنتهى البساطة، وساعتها هنتكلم بقى عن الأندية في مصر بتصرف كام على انتقالات، مصادر الأموال بتاعتها إيه، تجيب منين وتجيب مين وتدفع كام، يبقى حق مشروع لجميع الأطراف.